كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير بيننا احلى الليالي بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لجلكم عبر الاثير لجلكم عبر الاثير كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير المشاعر كالغدير عطر غامسك وعبير نرسم عهود النقاء. حياكم الله مشاهدينا وبياكم أينما تكونوا من شاشة المجد نطل عليكم في مثل هذه الأيام المباركات كل عام وأنتم بخير. هكذا تمضي الأيام طيبة سريعا لتأتي أيام أحلى وأطيب وأفضل. لقد ذهبت أيام عشر ذي الحجة في أيام كلها طاعة وكلها عبادة وتقرب، فيا سعد من فيها تحلى بالأعمال الصالحة. وما أن مضت إلا وبشرنا الله عز وجل بأيام الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. كل عام والأمة الإسلامية بخير وأهلنا في كل بلاد الأرض وبقاعها من أقصى الأرض إلى أقصاها بخير وسعادة، وأنتم بخير. يبدأ معكم وأبدأ مع حضراتكم مشوار حلقة اليوم. بعد فاصل سوف نشاهد فيه أنشودة لمبدع هو أحد ضيوفي في حلقة اليوم، سوف نرحب باسمكم جميعا بهما بضيفي الكريمين بعد الفاصل. هو اللاعن قتلوك يا الزحبي لجرح يوم حين ولا قلبي يوم حيطي قلبي اللي صار وزار وطار من جوابي ياخد بطار عزام لقدا يوم التمني ده حلو هو اللاعن قتلوك يا الزحبي لجرح يوم حينم ولا قلبي يوم حيطيب عز الناس وصحبي كان حلم كل خضار كان حلم صغير بيحبي طلبوا عليه النار قتلوه يا ناس قتلوه وازاي خلقه نروي خضار بالدم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الأحبة، باسمكم جميعا أرحب بضيفي حلقة اليوم من وأنتم بخير. الشاعر المصري المعروف الأستاذ إيهاب عبد السلام، حياك الله، أهلا بك إلى هذا اللقاء وإلى هذا الحوار. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب وكل المشاهدين بخير. وأرحب باسمكم أيضا مشاهدينا إلى حقيقة علامة من علامات التلحين والإنشاد والإبداع الإنشادي في الفن الملتزم الأستاذ محمد بدر خان، حياك الله أستاذ محمد. أهلا وسهلا فندم، أهلا بكم إلى هذا اللقاء وإلى هذا الحوار. في البداية يعني أود أن أوجه سؤالي للأستاذ محمد، يعني ابتداء هكذا يعني يسأل وهذا السؤال هو قديم جديد يطرح نفسه دائما، من قدمك إلى الفن؟ يعني من ملهمك؟ من الذي دفعك لكي تخطو الخطوة الأولى وتقف على عتبة الفن الملتزم؟ والله أقول لحضرتك هو ال 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 اللي ساعدني في دون الوالد الله يرحمه رحمة الله عليه، هو اللي بدأ لي الطريق بأنه عرفني على فريق إسلامي وكان ساعتها بينشدوا أناشيد أعراس أو أفراح، وبدأت فعلا بتلحين مجموعة أشرطة لهذا الفريق يعني اسمه بسمة الأندلس، وسبحان الله أنه نجح نجاح كبير جدا، كان في مجال يعني الأعراس وكده كان اسمه أحلى زفة، ونجاحه ده سبب لي استمرارية في هذا المجال وحببني فيه أكتر، وكان الوالد من زمان بيخليني واحدة واحدة أبعد عن الوسط الغير ملتزم، وسبحان الله يرجع الفضل بعد ربنا للوالد الله يرحمه رحمة الله عليه. بذرة بذرة طيبة سرعان ما أينعت وأثمرت حضرتك. الحمد لله. إلى أي حد دور الوالد هنا مهم؟ دور الأبوين في تنشئة الطفل في غرس القيمة بحيث يخط له الخط الأفضل والأفضل.
ثم هل هو قولبة؟ البعض ينتقد يعني يقول لك هذا أنت تضعه في قالب وفي النهاية سوف يسير عليه، دعه حر وسوف يلتقط الإبداع حيث هو يشاء ويريد. بالضبط. أنت من أي المدرستين وإلى أي المدرستين تنتمي؟ والله أنا بنتمي للمدرسة الحرة، وفي نفس الوقت أراقب من بعيد. يعني الوالد كان سايبني وكل حاجة، بس كان في مراقبة برضو بسيطة كده، بحيث أن أنا ما انجرفش، بالذات أنه كان برضو له موهبة التلحين، فكان واخد خط معين مش عايزني أحيد عنه. وأنت أخذت أيضا بالوراثة، الجينات لعبت لعبتها هنا بالوراثة. بالضبط. أستاذ إيهاب، أيضا في المقابل حضرتك شاعر، هل من دفع بحضرتك لكي يعني؟ والله لعلها مصادفة، هي تقريبا الإجابة نفسها، يعني أنا مبشش من الأستاذ بدرخان، لكن حقيقة ومن شابه أباه ما ظلم، يعني كما قال الشاعر قديما: بأبي اقتدى عديم في الكرم، ومن شابه أباه ما ظلم. والدي مع أنه توفي وأنا في سنة أولى ابتدائي، لكن هو الذي رغم هذه السن الصغيرة هو الذي غرس في حب كتابة الشعر، هو الذي غرس في حب أن أكتب الشعر، لا أقول الملتزم ولكن المنضبط، يعني الشعر، لأن الفن ينبغي أن يكون حرا، ولكن كي تكون الحرية منضبطة هذا أمر نراه قليلا ونادرا. حتى إن أحد النقاد عندما استمع إلى شعري وشعر بعض رفاقي وتعرف علينا من قريب، هذا من أكثر من عام، قال: كنت أظن أنه لا يوجد شاعر مؤمن. فغريبة سبحان الله. أنا كنت بأظن قبل أن أستمع إليكم أن كل الشعراء لازم يكونوا مش مؤمنين، أو لازم يكونوا منحلين، أو لازم يكونوا موضوع الأخلاق عندهم فيه تحرر، حتى العقيدة يعني يتهم شعراء بالعدمية والوهمية واللا منتمية. هم يظنون أن الحرية لابد أن تكون مطلقة وغير مقيدة، لكن نحن عندما تعلمنا الدين وتعلمنا ديننا غرس فينا لا بأنه قيد أبدا، ده على أساس أنه انطلاق للروح. الحرية الكاملة في الدين عندما تنعطف من عبودية أي شيء في الحياة وتخلص وجهك لعبادة الله الواحد الأحد الفضل الصمد، أنت تكون حر. أما الذين لا يعتقدون في هذا هم المقيدون بأغلال الشهوات والشيطان وجموح النفس التي ليس لها ضابط. هذه هي العبودية الحقيقية. إنما الانضباط الحقيقي والتدين الحقيقي والفهم الحقيقي للدين يعطي الإنسان الحرية، لا يعطيه قيدا أبدا. الإبداع لا ينمو، يعني كما تعلمون لا ينمو إلا في يعني سماء الحرية وفي زمن الحرية. نعم، لكن هي القضية في تفسيرنا لهذه الحرية ولمدى هذه الحرية. بالفعل. وهل الحرية هي الخروج عن المألوف؟ هي الخروج، أنا عندما لا أخرج عن المألوف أو عندما أنضبط انضباطا شرعيا بما ينبغي علي كمؤمن أن أفعله، أنا أشعر بحريتي. أنا أشعر عندما أجد إنسانا يكتب قصيدة أو يكتب عملا فيه خروج أخلاقي أو فيه تعدي على كذا أو كذا من ثوابت الدين، هذا يقدح في حريتي وهذا يؤلمني ألما، وهذا الألم ضد الفن ذاته. يعني الفن ينبغي أن يكون ممتعا أيا كان هذا الفن. فعندما تجرح الآخرين في مشاعرهم حتى في مشاعرهم الدينية أنت مخطئ فنيا، لست مخطئ عقائديا فقط وإنما أنت مخطئ فنيا، لأن الفن سواء كان شعرا أو لحنا أو أغنية أو نشيدا أو غيره إنما يخاطب المشاعر الإنسانية، فإن لم يراعي هذه المشاعر الإنسانية فقد اعوج الفن وقد خرج عن طريق النجاح وطريق الإبداع. إن شاء الله سوف نتحدث أكثر عن هذا المحور ومحور الضوابط للفن الملتزم باعتباركم يعني واعتبار الخبرة الطويلة أيضا في هذا المجال، ربما تقدمون إضاءات لمشاهدينا وللذين يخطون بجرأة اليوم في هذا المشوار يستفيدوا أيضا من حضراتكم. لكن دعونا أنطلق من سؤال هو المناسبة، يعني ونحن أيضا في أجواء العيد اليوم تجد كثير من المبدعين فنانين شعراء الملحنين المنشدين يخافون من الفن المناسبة، يقول لك هذا المناسبة تجي كل سنة،
فاليوم يسمعها المتلقي، لكن بعد سنة تتاح الفرصة لكي يسمعها مرة ثانية، وثم بعد سنة تتاح لي أن يسمعها لمرة ثالثة، فيخافون ويبتعدون. الفرح أيضا يعني يمتزج هنا في العقل مع المتعة، مع كيف تفكرون يعني أستاذ محمد، كيف تفكر حين تلحن، وبماذا تفكر حين تنشد، ويعني كيف تحسبها؟ هل تحسبها رياضيات؟ يعني شيء للعقل وشيء للعاطفة وشيء للمتعة وشيء للتسويق وشيء للانتشار، أم كل ما يرد على خاطرك من فن وإبداع ربما يقدح في ذهنك ويتدافع في داخلك فيولد كأي ولادة إبداعية؟ والله حسابها بيبقى لو حسبناها على حساب التسويق والكوميرشال وكده، دي تبع الانتاج. نعم، احنا حسابنا بيكون بالكلمه اللي بتيجي هي اللي بتحط مسار اللحن. لا تخاف من قصيده اللحن المناسبه مثلا؟ لا طبعا، وصدقني ان الكلمه اللي بتولد اللحن تلد اللحن. يعني انا بشبهها بحاجه بسيطه جدا. نعم. عارف حضرتك لما تجيب عريس وتجيب له شقه عشان يتجوز، العريس هنا الكلمة والشقة هو اللي هيسكن فيه عشان يتجوز. لو كبير عليه مش يعني مش مناسبة لي، ولو صغير مش مناسبة. جميل. فلازم جميل تكون مناسبة. طب العفش أو الديكور اللي في الشقة ده، التوزيع الهارموني أو اللي احنا بنقول عليه البدائل. جميل. فكل العمل ده أساسه هو مين؟ العريس أو الكلمة، هي دي اللي بتلد كل ما بعدها. فأساس الكلمة بتديك جو، إما بتوديك ناحية الحزين أو المفرح أو الوطني أو يعني أو طبعا الروحاني، يعني في كل الأجواء هي اللي بتحذفك الكلمة ناحية يمين أو شمال أو فوق أو وأيضا أحيانا الهواتف تحذفنا خارج سياق الحلقة، ولكن أيضا ضمن أجواء الفرحة. هناك اتصال من الأخت أريان، نرحب بها. تفضل يا أخت أريان من السعودية، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أول شيء أسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، كل عام وأنتم من الله يأخذ. اللهم آمين. اللهم آمين. ورحب بعودتك أستاذ عمر بحكيم عبد الغني إلى عودة قناة المجد مرة أخرى، لأن استقبلناك في العيد الماضي. الله يحفظك إن شاء الله. متابعينك في برنامج عيدنا واحد، استقبلنا البرنامج وعودة الحميدة مرة. الله يبارك فيكم، وأنا أيضا مشتاق لكم والله. جزاك الله كل خير أختي العزيزة. طيب ممكن أكلم الأستاذ محمد بدرخان؟ كل سرور معك. تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعاً نشكرك، رائع يعني، رائع في الألحان ورائع في الأداء، نشكرك كثير. لكن أنا عندي سؤالين. تفضل يا فندم. الكلمات اللي كتبتها يعني لا قلبك، والسؤال الثاني يعني هل لك كليبات قريبة على قناة صغاريد يعني من ألحانك وأدائك؟ أريان أعتقد العفو، هي قالت أنه أفضل الكلمات اللي كتبتها حضرتك، لكن قصدك الألحان صحيح أريان؟ أيوة. طيب يعني أولا أهلا بك يا أريان، وكل سنة وحضرتك طيبة والسادة المشاهدين. أنا سعيد جدا طبعا برأيك، يا رب أكون عند حسن ظنكم دايما. يعني أنا متابعينك يعني ما شاء الله يعني في فواتير وفي كل الأشياء اللي قدمتها. يعني الله يخليك. الله يعني في لقاء، بس نشكر قناة المجد إن كنتوا يعني معهم في لقاء النهاردة. الله يخليك، متشكر جدا يا سيد أريام. هي الفكرة أريام أريام أريام. نعم. عفوا معلش أريام. أحب الألحان لقلبي هي الصراحة كلها أنا بحبها، ما فيش عمل بعمله غير وأكون حبه. بس هي الفكرة، وإن شاء الله في تغريد إن شاء الله يكون في أعمال، ويا رب ان شاء الله تكون على 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 مستوى حسن ظنكم ان شاء الله. أريام يا ريت تكوني ايضا طماعه وتاخذين من عند عيديه بمناسبه العيد. انا ايضا راح اخذ من عند عيديات كثيره ونسمع من عند اناشيد يعني كثيره. كلمات لسه هو كتبها يعني من الحانه تكون حصريه لبرنامج وانتم بخير يعني. اناشيد جديده. حاضر يا أريام. شكرا أريام. شكرا. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، شكرا جزيلا، حياك الله. نعود بعد هذا الاتصال، لأنه فعلا نريد عيدية يعني، خلاص حان الوقت. صحيح استاذ بالعيدية. فيا ريت لو سمعنا شيء عن العيد. في حاجة كانت هي قريبة القلب جدا، لأن دي كانت فعلا بدايتي كمنشد. جميل. دي كانت للحج سبحان الله، كان
يعني انا املي يعني كبير جدا ان انا ان شاء الله في يوم من الايام ان احج. اللهم امين يا رب جميعا. يا رب. ف دي يعني شدنا اتفضل. هي بتبتدي بالتلبيه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لحب الله انا رايح وفاتح قلبي على الاخر، وقلبي من هنا ورايح في حب الاول الاخر، حشيل الدنيا من قلبي وحادل كل شيء ملبي، واحبك حب يا ربي لا له اول ولا اخر، لحب الله لحب الله لحب الله انا رايح، اقبلني تايب شايل ذنوب الدنيا فوق ظهري، امنحني جودك وعد السماح اخر امال ظهري، افتح لي باب للرجوع من رحلة العصيان، طل العذاب من الضلوع والقلب بات ندمان، انساننا انساننا وانت خلقت الضعف في الانسان، لحب الله لحب الله لحب الله انا رايح. الله الله عليك. الله يخليك. الله يخليك. سلمت هذه الحنجره الذهبيه والله ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. الدفء وما ادراك ما الدفء استاذ ايهاب. والدفء ايضا يعني كالعطر يفوح من قصائدك. نعم الله. انا خليك. الله يبارك فيك. وانا تحت الهواء خلينا يعني افتن شويه. يعني المشاهدين احنا تحت الهواء يعني والله قلائد من الماز والذهب هكذا تناثرت ونثروا الضيفي الكريمين اشياء غريبه عجيبه، ان شاء الله اكون حريص على ان تسمعوها معي، شيء رائع من الالحان، شيء رائع من الكلمات، شيء رائع من الانشاد. يعني قلت ما قلت انا الان. نعم نعم. مشاهدينا يريدون يسمعون ايضا بعد هذا الغناء الجميل. نعم. الانشيد الجميله التي تضعنا فعلا في حب الله، صعب ان يقول الانسان شيئا. انا اريد ان اسمع الاستاذ محمد باستمرار. وبتسالني قلبك فين؟ غايب عني بقاله يومين. قلبي تقسم 80 حته والحته ساكنها مليون. ناس في بلدنا كتير عايزاه. طفل يتيم مش لاقي حنان، او عيان مش لاقي دواه. قلبي المصري لو كان مصري لازم يبقى مش وياه. يا عيون وطننا الحزينة قولولي قوليلي ما تخبيش، ليه الحاجات الجميلة بتموت ومش بتعيش؟ كانت صحيحة عندنا في قلوبنا وفي دمنا، ضاعت خلاص مننا دلوقتي بح مفيش. نستنى بكرة الجاي يعود لقلب الضي والفرحة تملى الحي، وبكرة ما بيجيش. يا عيون وطننا اتحكي، هز الفؤاد حركي، ده الهم لو يتحكي العمر ما يكفيه. الله 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 الله. دعوة إلى الأمل وإلى التفاؤل وإلى الفرحة تتناسب حتى مع أيامنا أستاذ. نعم. يعني اسمح لي يعني أرد أسأل حضرتك يعني يعني بداياتي خاصة في الطفولة وكذا، يعني الشاعر حضرتك تعلم من الشعور يعني شعوره متدفق، مشاعره جياشة، يختلف حتى عن الآخرين. يعني كيف رأيت العيد في طفولتك؟ ما هي ملامح العيد؟ أجواء العيد كيف كنت تعيشها؟ الصلاة، الذبح، الأضاحي. ذكرتني بشيء فعلا يثير الشجن والأشجان، لأنك تذكرني كما الآن أقف كما يقف الشاعر القديم على الأطلال تماما، لأن العيد في وطننا وفي بلادنا أصبح كالأطلال. أنا من حسن حظي أنني نشأت في القرية، وفي قرية في محافظة البحيرة من في جمهورية مصر العربية طبعا. كان نوجه لهم تحية أهالينا وأخواننا. نعم. في البحيرة نوجه لهم تحية طبعا، أحبابي كلهم. بعيدة عن المدنية نوعا ما. نعم. وطفولتي كانت في السبعينيات وشيئا من الثمانينيات.
لم يكن قد وصلها التلفزيون، ولم تكن هناك هواتف، ولم تكن هناك وسائل الترفيه. فكان العيد عندما يأتي يكون عيدا حقيقيا، يعني لا نرى الألعاب إلا في العيد، لا نرى اللعب التي نشتريها إلا في العيد، لا نرى أقاربنا ولا نسمعهم نسمع أصواتهم، لأن لم يكن هناك هاتف إلا في العيد. فكان العيد يأتي فعلا بفرحة عارمة جدا، يجلب النوادر طبعا، يعني كان من النادر أن تسمع أقاربك، من النادر كل هؤلاء شراء اللعب كان صعب، كل هذا كان غير موجود. فكنا نستمتع بالعيد استمتاعا حقيقيا، لأن كل شيء كان جديدا عليك مفرحا لك، وتنتظره من العيد إلى العيد. لا تركب الأرجوحة إلا في العيد، لا تلعب لعبة معينة إلا في العيد، لا ترى أصحابك وأصدقائك وأقاربك الذين يعيشون في محافظة أخرى أو في مركز آخر إلا في العيد. حتى يعني شيء من البحبوحة والحرية الأهل يمنحوها للأبناء، يمنحوها فقط في العيد، حتى الملابس الجديدة كانت تجهز قبل العيد بأسبوعين، وكان يحكوها حائك القرية، فكنا نجلس بجانبه وهو يخيط لنا الزي الجديد للعيد، لم يكن يشترى جاهزا. هذه الأجواء كانت مفرحة إلى مدى بعيد جدا. الآن هناك رفاهية في كل شيء، الألعاب موجودة والكمبيوتر موجود والفيديو جيم موجود وكل شيء موجود، فالعيد لا يأتي بجديد. حتى الأقارب تراهم وتسمع إليهم على هاتفهم على الموبايل، وتزورهم في ثواني معدودات وإلى آخره، فما الجديد؟ نحن نريد أن نعيد إلى العيد عيد، يعني إحنا فعلا عايزين نعيد. سأسمع مقترحات حضرتك، هذا جميل، محور جميل. أنا كيف نضيف على العيد معناها حقيقي، أو كيف نعيد للعيد معناها حقيقي؟ عندما أنظر إلى اسمحي أستأذن حضرتك بمفاجأة للأستاذ محمد بدر خان، هناك صديق عزيز على الهاتف يود أن يسلم عليك والله ويهنيك ويقول لك كل عام أنت بخير. مفاجأة. نسمع، خلينا نشوف المفاجأة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي ازيك يا محمد؟ كل تمام طيب وكل. اهلا حبيبي سامر. سامر عبد الشافي المنشد المصري المعروف، حياك الله يا سامر. حبيبي حياك الله، الله يحييك، كل سنة وانتم طيبين. كل عام وانت بألف خير. السلام حبيبي. في البداية خلينا نعايدك وباسم مشاهدي برنامجنا نقول لك كل عام بخير. صوتك جميل وصوتك واصل، علامة بارزة أيضا من علامات الفن الملتزم. ربنا يكرمك يا رب، ده من ذوقك والله. وبعدين اذا كنا بنتكلم عن علامات الفن فاحنا معانا محمد بدرخان، ده النجم الكبير بتاعنا. الله يخليك يا سامر، تسلم. لا شك، الله يكرمك، كل سنه وانتم طيبين. الله يخليك يا سامر، من المنشدين الحلوين قوي. يا ريت يا سامر لو تقول لنا حاجه كده احنا والساده المشاهدين، حتى لو بعد اذن حضرتك يعني تسمعنا حاجه صغيره حتى كده. طيب يا ريت يا اتفضل. مش زنقته يعني العيد كنت عاملها السنه اللي فاتت. بتقول هل علينا مل علينا وبقالنا سند نستنى، هليت فرحة يا قلوب سمحة للمسلمين من عند الله، وهجانا العيد والكل سعيد وقريب وبعيد بيهنينا، فكرنا بزمان وليالي زمان وجمع أحبابنا وأهالينا. الله الله الله. معنا أيضا الأستاذ إيهاب عبد السلام يا سامر، ضيفنا اليوم في الحلقة، وشاعر المصري أيضا المعروف. جميل. يعني كان سامر يعني ماذا عن الأعمال الجديدة، خاصة أيضا هل هناك في النية أيضا تعامل مع أسماء من الملحنين من الشعراء، يعني ريد سكوب؟ والله يعني هو الوقت اللي فات يمكن انا شويه كنت موقف الشغل، بس ده عشان كنت مهتم بحاجات تانية، يعني كنت مهتم بحاجات تانية شويه. فدلوقتي ربنا سهل فيه كليب اسمه صوت الحكاوي، ده ان شاء الله هيتصور في اسطنبول في تركيا. جميل ما شاء الله. كلمات
صهيب سامي، ده شاعر سكندري حد جامد جدا يعني، ولحني وتوزيع سيد العطار. وفي فكره كده عن العيد عايزين نعملها السنه دي بقى بتاع استاذ محمد برخان، يعني هيبقى انا واستاذ محمد ان شاء الله، فربنا يسهل الحال ان شاء الله. ان شاء الله ممكن تسوون ايضا تريو مع الاستاذ ايهاب عبد السلام. هناك ملحمه خليك متابعنا يا سامر، هناك ملحمه شعريه رائعه سوف ان شاء الله نتطرق اليها بعد قليل للاستاذ ايهاب عبد السلام. محمد اذا تحب تقول لسامر شيء قبل ما متشكر قوي ليك يا سامر، ويا رب دايما اشوفك كده متالق حبيبي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. يعني انا عايز اقول والله جد انه لو اتكلمنا على الصوت الاحساس اللي في الصوت والصوت الحنين فعلى طول نروح لاستاذ محمد برخان. ولو اتكلمنا على، انا عايز اقول بس معلومه صغيره، انا اول مره طبعا انا يعني بغني في الاذاعه والتلفزيون من وانا عندي 7 سنين، لكن اول مره ادخل استوديو غير استوديو الاذاعه كنت وانا في اعداديه، يعني الكلام ده يمكن من مثلا 18 سنه او حاجه كده. كان استاذ محمد، ده كان الاستوديو بتاع استاذ محمد، كبرنا كده يعني. فهو استاذ محمد هو اللي مربيني يعني هو واحد من الناس اللي ربتني فعلا. الله يخليك وعارف كرمه سنا يعني ابو كبر مقام الناس. تسلم يا سامر. تسلم سامر. في مره من المرات كنت اتحدث مع احد الاصدقاء فقلت له يعني انت ما شاء الله عليك كبير، فقال تكلم على روحك. انا لسه ما خطيتش 18 سنه. الله يسلمك ان شاء الله. سعيدين بصباح صوتك. كل عام وانتم بخير يا رب. وانت بخير ان شاء الله. وضروري ضروري ان شاء الله في حلقه خاصه تكون ضيفنا دلوقتي كمان. نريد من عندك وعد انه تكون ضيفنا ان شاء الله في حلقه خاصه يا اخي الحبيب. ان شاء الله ده شرف ليا والله. شرف ليا باذن الله. سلمنا على ثامر وعلى كل المبدعين في الاسكندريه. شكرا لك. يوصل يا حبيبي. حياك الله. يا مرحبا. انت طيب حبيبي. انت طيب. الف سلام. تحدثنا ايضا عن الطفوله، نستمع الى روشيتا يعني ووصفه لكيف نعيد بهجة العيد وذكريات العيد. اليوم نزيح كل العوالق اللي موجودة في العيد ثم يغدو العيد أجمل وأحلف، خاصة ونحن في أيامنا الحالية. لكن أستاذ محمد، العيد في الطفولة مختلف عن الآن صحيح؟ طبعا. يعني ربما طبعا حتى يتغير سنة عن سنة. طبعا أكيد. حدثنا كيف رأيت العيد وأنت يافعان، كيف رأيت العيد وأنت ناضجا، كيف رأيت العيد وأنت في قمة نضجك؟ والله كل مرحلة ليها سر جمالها زي ما يقول. نعم. يعني والواحد طفل بيكون العيد بالنسبة له فرحة ولعب، كل ما بتكبر كل ما بتفهم إن الموضوع سره في الترابط الأسري وترابط المجتمع مع بعض. هو ده هو ده هو ده سر فرحته. فده اللي كل فتره بيكون لها معيار للجمال. بس في اعتقد الطفوله اجمل بكتير، يعني الطفوله بيكون الواحد منتظر بقى العيديه ويشوف الحاجات دي لاول مره مع اهله ويحس بالترابط فعلا الاسري. بعد كده لما بيكبر الواحد بيكون هو مطالب بالترابط ده ويكون حريص عليه كمان، فبيتقلب الميزان، بس لازم يحافظ على الميزان ده انه ما يتحودش يعني. فطبعا هو الواحد طفل كان جميل جدا احساسه بالعيد، وكان بيحس يعني انا كنت فاكر كان في ترابط بين الجيره اكتر كمان من دلوقتي، في ترابط اسري اكتر من دلوقتي. كنا كلنا بنقف على الذبح مع بعض، حتى لو الواحد ما تيسرلوش مثلا يذبح السنه بيقف مع جيرانه. كنت تدرك استاذ محمد يعني الاضحيه الحاجات المتعلقه فيها، ولا فقط ترى هذه يعني عملية الذبح وعملية توزيع اللحم دون إدراك منك، خاصة في الطفولة؟ في الطفولة طبعا ما كانش فيه إدراك لحد ما ابتدوا الأهل يتدخلوا في حتة إنهم يفهموني ده إيه وده إيه. يعني كنت بخاف شوية مثلا من الذبح، لا ده دي أضحية عشان كذا كذا. نعم. فطبعا ده لازم بقى الدور الأسرة في كده، إنه لازم ينموا الإدراك عند الطفل بحيث إن هو يدرك اللي حواليه ويبقى سعيد بجد. لعل هذا ايضا مغروس في قصائدك، قلت لي انه من بواكير يعني ما لحنت وانشدت هو عن الحج صح؟ الحمد لله. كذلك ايضا قالت لي العصفوره كما يقول حديث حضرتك. عايز اذكر بس ان نسيت، انا اسف، الشاعر اللي عمل النشيد بتاع لحب الله كان اسمه محمد حسن. محمد حسن. نوجه له تحيه للاستاذ محمد حسن. وقلت لك يعني قالت لي العصفوره بان لديك أنشودة أيضا عن يعني اسمها مدرسة الحج عن الحج.
وعن هذه الأيام تذكرها؟ والله يعني أتذكرها من زمن بعيد حضرتك أنشدته يعني بالضبط يعني من مش من زمن بعيد لا ولا حاجة بس عشان لسه منشدها فلسه ما 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 رسختش أول كلمات في الفرازي. ما رأيك لو نشاهدها وأستاذ إيهاب؟ أنا نفسي والله ومشاهدين الأحبة نشوف مدرسة الحج ونرجع ثاني إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك هل يعلم الحجاج فيما التقوا وعلى ما جاءوا ينسلون وفيهم لبيك الذي فرض الفروض عليهم بالحق كان ولن يزال حكيما الحج عنوان الإخاء الله أكبر الحج منهاج الولاء قوي لبيك الله الحج مدرسة التعارف شادها الله أكبر رب الورى وأدارها تعليما لبيك الله فالله بالإسلام ألف بيننا قدما ووحد أرضنا إقليما. مرحبا بكم من جديد، ما زال مشوارنا وأنتم بخير مستمر وإياكم وضيفي الحلقة الأستاذ الشاعر المصري إيهاب عبد السلام والمنشد والملحن المصري الأستاذ محمد بدر خان. أستاذ إيهاب عبد السلام، يعني قبل الهواء يعني حقيقة أريت من حضرتك وأريتني تحفة فنية بل هي ملحمة شعرية أريد أن أشارك فيها مشاهدينا. نعم. وبعد إنك تكلمنا عن رؤيتك للعيد، كيف نعيد العيد إلى أيامه من حيث الفرح، من حيث السعادة، من حيث المعاني الجميلة للحج، ونحن نرى حجيج بيت الله سبحانه وتعالى قد أدوا فريضة من فرائض الإسلام الخمسة، مولينا بالسعادة ومولينا أيضا بالشوق والتوق إلى زيارة بيت الله الحرام. نعم. هذا النشيج وهذا النسيج كلاهما يتعانقان لكي يدفعان حضرتك لكي تبدع وتقدم لنا ملحمة شعرية. لعلك تقصد ملحمة مدينة الطيور. نعم. لكن بمناسبة العيد أنا كنت كتبت حاجة للأطفال لعيد الأضحى تحديدا بالعامية، ممكن أقولها وبعدين نشوف الطيور. يا ريت. ودي لم أقولها من قبل، يعني لم يسمعها أحد من قبل، هي مكتوبة من قبل هذا العيد مباشرة. جميل. إذن هذه خاصة نعم. لبرنامج وأنتم بخير، وخاصة في هذه الحلقة. نعم. هي أنشودة للأطفال لتغنى وتلحن، وهي مهداة إلى البرنامج والقناة. يلي قريب يلي بعيد، يلا تعالوا الإيد في الإيد، شوفوا الدنيا الكرة الدايرة عملت حاجة جميلة أكيد، لفت لفة وعملت زفة وجابت لينا بسرعة العيد. عيد الأضحى بيعلمنا معنى الطاعة والتضحية، ويجمعنا مع أهلينا في لمة جميلة وأكلة هنية، جوه مدينة أو في القرية حول سفرة أو طبلية. لا يا صديقي اسمع بص، العيد ماهوش أكل وبس، عيد الأضحى كله سعادة، العيد أبدا مش تبذير، العيد بهجة ونور وعبادة، ونردد فيه التكبير، وتجمعنا صلاة العيد تتجمع فيها الأفواج، سنة أكيدة ولمة سعيدة، بنشارك فيها الحجاج، ونوزع فيه الأضحية، ونفرح قلب المحتاج. وكمان لما يجينا العيد يملى الدنيا بالتفريح، بيفرحنا بلبس جديد وبتكتر فيه المراجيح. هاتوا أصحابكم مع قرايبكم، يلا تلموا سوا يا ولاد، أصل الفرحة ما تبقاش فرحة من غير لمة في الأعياد، جد وست وخاله وعمه وولادهم أسعد وسعاد، يلي قريب يلي بعيد، يلا تعالوا الإيد في الإيد، شوف الدنيا الكرة الدايرة عملت حاجة جميلة أكيد، لفت لفة وعملت زفة وجابت لينا بسرعة العيد. يا سلام. جميل. شكرا. الله جميل. هي مهداة للأستاذ محمد والبرنامج. أنا كتبتها من أيام فقط بمناسبة عيد الأضحى، وأنا أؤكد الكلام اللي قاله الأستاذ محمد، إن لم يبقى من فرحة العيد سوى اللمة السعيدة. إن إحنا نجتمع ونجمع الأسرة ونجمع الأقارب ونحرص على هذا، ولعل الحياة الجديدة والميديا الجديدة فرقتنا تماما حتى داخل الأسرة الواحدة،
يعتقد الأب منشغلا في عمله والأم منشغلة في عملها والأبناء الذي منشغل بالكمبيوتر أو الذي لا تتجمع الأسرة، حتى الأسرة الصغيرة التي هي من أب وأم وأبناء لا تتجمع. فلنجعل العيد فرصة لأن تتجمع الأسرة ويتجمع معها الأقارب. وأنا بأطلق مبادرة من هذا البرنامج، يريد نخلي دايما أعيادنا فرصة للتصالح. جميل يعني جدا. كل المتخاصمين يعني يعزموا عزما أكيدا لله تعالى وإرضاء لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بمناسبة العيد كل واحد يتسامح تماما تماما ويترك ما في قلبه من ضغائن تجاه أخيه أو قريبه أو جاره أو حتى البعيد عنه، ويبقى العيد ده فرصة قوية جدا إن احنا نتحاب وبلاش الفرقة وبلاش نعمل حتى على مستوى الوطن ومستوى الدول العربية والإسلامية زي ما حصل لمدينة الطيور. جميل جدا، دعوة طيبة أطلقتها أستاذي الحبيب. نعم. وأود أن أسمع ملحمة حقيقة مدينة الطيور، ولكن هناك أيضا مفاجأة لحضرتك، يعني ليس فقط الأستاذ محمد على الهاتف صديق يحب يعايدك ويبعث لك تهنئة. من؟ قل له ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزيك يا أستاذ العزيز؟ مهندس محمد نور، اهلا وسهلا. استاذ محمد نور من حضرتك يعني اعز اصدقاء استاذي. ازيك يا حبيب قلبي، عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله. حضرتك والله مثال الكاتب والشاعر والاديب ذو الاخلاق. الله يخليك، الله يكرمك، وذو الهدف الجميل. يعني انا تعلمت من حضرتك كتير جدا. انت اجمل يا محمد، والله انت اجمل. عايزك في شغل في يوم من الايام، و يعني هعشت العمر افتكر جميل حضرتك وفضل حضرتك عليا في الكتابه وفي كل حاجه. شكرا، الله يخليك، انت شاعر جميل وانسان جميل. ربنا يبارك يا رب، وحضرتك انسان جميل جدا، وانا اتشرفت في حياتي معرفة حضرتك فندم. شكرا يا محمد، ربنا يخليك. شكرا، انت طيب. ان شاء الله كلنا جميعا. استاذ محمد، باشمهندس محمد نور، لو سمحت لي اول شيء كل عام وانت بخير، واسعدتنا باتصالك وهذه المفاجاه اللي فاجأت بها استاذ ايهاب وفاجأتنا جميعا، فحياك الله. ربنا يعزك يا رب. الله يخليك ويسلمك. شكرا شكرا شكرا، الله يخليك. الله يخليك، الله يخليك. استاذ محمد، يعني سمعنا شيء مما كتبت. نعم، سمعنا شيء مما كتبت، لا سيما اذا شيء ممكن يعني يكون عن العيد، عن فرحة العيد. طيب انا مجهز يعني اللي حاضرني دلوقتي حاجة سيدنا عمر بن الخطاب، ومنزل يعني لسه جاي لي مولود ومسميه عمر على اسمه رضي الله عن عمر، والله سبحانه وتعالى يجعله من الابناء الصالحين المقتدين بالصحابه. وبسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. بيقول فعوق الامه وحميها وعدل الله اللي ماليها وقلب حنين ما يتعوضش ولا هنشوفه ثاني فيها، بعز الليل يقوم يمشي يشوف مين اللي ما نمشي ويسهر ليل ويطبخ زاد لوحدة عجوزة ما تقدرش، إسلامه جه نصر وهجرته علنا من مصر للبصرة في الحق ده علما، حبيب حبيبنا النبي بشره بالجنة جايتنا فيه صفر أنا بدعي واتمنى. يا سلام يا سلام، شكرا يا أبو عمر على القصيدة الرائعة، ما شاء الله عليك. الله يخليك وانت بخير ان شاء الله، وشكرا لاتصالك، وان شاء الله نستضيف ايضا حضرتك في حلقه خاصه ان شاء الله نتحدث عن الشعر وعن قصائدك ان شاء الله اكثر. ربنا يعزك، وسلامي ثاني لشاعرنا الجميل والاديب الجميل بتاعنا استاذ ايهاب عبد السلام. شكرا شكرا استاذ محمد، حياك الله، شكرا جزيلا. اذا نستمع لاستاذ ايهاب. مدينه الطيور. مدينه الطيور هي أنا كنت كتبتها للأطفال، ولاحظت أن أنا كلما قلتها على أنها للأطفال اتضح أن المسألة بتمس الكبار. نعم. مدينة الطيور، هيا بنا نزور مدينة الطيور. مدينة الطيور كعالم صغير، أرادت الطيور أن يجعلوا أمير من بينهم يدور ليحسم الأمور، فأقبل الطاووس في زينة العروس وقال يا طيور أنا لكم رئيس بلوني الجميل وريشي النفيس، رآه ديك هاجة وكسر الزجاجة وجمع الدجاجة
فأقبلت أفواجا تقول للطاووس إن لنا احتجاجا. وأكبر الهدهد بتاجه يهدد وقال يا طيور أنا الأمير الأوحد، ففوق رأسي تاج ومن له لا يشهد. وصاحت الأوز قالت أنا الأعز، فلتجمعوا علي أنا لكي تعزوا وتسعدوا بعهدي وعيشكم يلز. وأقبل الغراب يكشر الأنياب، وانهال في الطيور بالشتم والسباب، قال أنا وإلا جعلتها خراب. وجاءت الصقور وراءها النصور، فأعلنوا القتال وساءت الأحوال. وغرد الحمام فأوقف الكلام، فقال يا طيور كفوا عن الخصام، إني مدى الدهور أدعو إلى السلام. لم تسمع الطيور نصيحة الحمام، فجهزوا الصفوف، فجهزوا السيوف ونكبوا السهام ونظموا الصفوف للحرب والخصام. حتى على الصياح وأطفأ الأنوار، والثعلب المكار يتابع الأخبار. فجمع السعالب وأنشبوا المخالب، وهاجموا المدينة من معظم الجوانب، ومزقوا الطيور لم ينج غير هارب. وهكذا الصراع يعود بالضياع لكل من يريد الحرب والنزاع. لو نترك الخلاف ونجمع الأيادي، عدونا يخاف من قوة البلاد. الله 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 الله، جميلة جميلة جدا، صح لسانك يا أستاذ. على فكرة في تنويه بسيط للأستاذ إيهاب، إنه نعم. إنه ما شاء الله يعني في أعمال كثيرة بس هو مش متذكر دلوقتي، ما تذكراش يعني. أنت عملت أيضا سوى صحيح؟ أخوات سو أخوات سين. أنا عملت أخوات سين. أخوات سين. 32 نشيد عملته مع الأستاذ. ما شاء الله، من ضمن 3000 يعني بلغت يعني نتاجات الأستاذ محمد بدر خان الحقيقة 3000 ونيف يعني. ما شاء الله عليك. من اول ما ابتديت فعلا يعني يعني ما شاء الله في 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 القناه، في قناه المجد، واصل تقريبا 1800 نشيد. طب يعني احسبوا يعني جربت يعني تتعرض يعني على مجموعه جينيس لارقام قياسيه؟ انا فعلا انا بحيي رقم قياسي حقيقي، انا فعلا بسعى لكده. انا الاجمالي اللي كتبته للطفل من اناشيد بالفصحى نعم 520 تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله، هذا ايضا رقم قياسي يا استاذ. نعم 500 وكلها. وهناك مواضع كان فيها تحدي، يعني مره طلب مني ان انا اكتب السيره النبويه كامله لطفل الروضه في نشيد. صعب بالفصحى يعني السيره النبويه كامله لطفل الروضه. وطلب ايضا، وممكن لو في مجال نقول هذه، سجلوا يا استاذي، سجلوا في جنس الله يرضى عليكم اطرحوها، لانه اليوم والله يطرحوا لك افضل قفزه، افضل حاجات غريبه، حاجات غريبه. الصعوبه الاصعب واحد يسحب لي مثلا لوري، او واحد يسحب سياره، يدخل في في جنس الارقام القياسيه. وحضراتكم يعني نحن نطمح ان شاء الله ان ندخل في الموسوعه الالهيه. استاذ محمد تفضل يا فندم. العمل الفني اليوم احنا في ساحة فيها فن ملتزم، وايضا يعني الفن الاخر لا نتهمه بعدم الالتزام، ولكنه يحيد عن بعض الضوابط التي نتمنى جميعا ان يعودوا الى يعني ضوابط حتى عائلية. يعني يدخلون الى البيوت اليوم سبحان الله بما يعني يخالف الفطر. طيب اليوم أنت كفنان ملتزم تنهج هذا النهج، ولك بسم الله ما شاء الله باع طويل وكبير، هل ثمة ضوابط لهذا العمل؟ يعني هل هناك شيء كتاب قرأته مثلا، يعني حضرتك وإخوتك من الفنانين اتفقتم واجتمعتم وضعتم ضوابط لهذا الفن، أم أن المسألة يعني كيفما اتفق شعورك التزامك الديني، نستطيع أن نقول الخبرة الذاتية، الصورة الذهنية عن الفن الملتزم هي التي أصبحت رقيبا ذاتيا عليك، أم هناك فعلا شيء مكتوب؟ يعني نستطيع أن نقول كيف الميثاق الشرفي اللي موجود مثلا في المنظمات، في النقابات، في ميثاق الشرف بين الإعلاميين، هذا موجود، لكن اليوم موجود عندكم أنتم ميثاق يعني فعلا يبين لي ما هو الفن الملتزم، ضوابطه وحدوده. كويس ان حضرتك يعني ذكرت موضوع النقابه دي، لان اتمنى في يوم من الايام يتعمل نقابه فعلا للفن الملتزم. هي الفكره ان احنا مكملين لبعض سبحان الله، زي اجيال ورا بعض. يعني انا مسكت من اللي قبلي واللي قبلي ما في اللي قبله وهكذا. نعم.
انا دخلت في الوسط الملتزم وانا كلي حب فسمعت فلقيت ان في يعني ما شاء الله اساتذه وصلوا الحاجات رائعه احنا كملنا بعده امثال ابو مازن امثال ابو راتب يعني في 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 منشدين كبار ما شاء الله يعني ليهم اما انا لكي توضع فعلا بنود نضع فيها اطار حقيقي للفن الملتزم وفي طبعا بنود اكيد اللي هو نعم. اولا انتقاء الكلمه ثانيا البعد عن الموسيقى والايجاد بديل نعم. اللحن اللي ما يبقاش فيه نوع من الرقص او كده نعم. ففي كل دي ضوابط بس هي الفكره ان العمل عشان يكون متكامل لازم يكون كلمه لحن تنفيذ واللي يكملهم ده كل الصوت اللي بينشئ بيه اعطينا مثال صوتها قدامي جاهز وكل اركانه كامله اعطينا مثال ويا ريت لفلسطين يعني اليوم استاذ محمد وحضرتك ايضا تنتمي لهذا الشعب الجبار الشعب طبعًا الفلسطيني طبعاً لهم التحيه ونشكرهم جميعا وكلنا نراهم بفخر على صمودهم كذلك ايضا الشعب السوري لا ننسى ايضا الامه وكذا واحنا حتى في العيد يعني صدقوني حتى ضحكاتنا هي فيها لوعه وفيها شجن وفيها خيط من الامنيه الحقيقيه بان الله عز وجل ياخذ بيد اخواننا ويمد لهم العون والقوه فسمعنا شيء عن هسمع حضرتك يعني في طبعا انا تكمله لكلام حضرتك كلنا كفنانين وك ك ك كمسلمين بنهني طبعا كل الأمة الإسلامية بس بالأخص الشعب السوري والشعب الفلسطيني في غزة بنأذرهم وإن شاء الله نكون وراهم وربنا يصبرهم على اللي هم فيه اللهم آمين ففي حاجة كانت كلمات شاعر فلسطيني اسمه حافظ البرغوثي دي بتقول دي أنا يعني بهديها لهم بس على بلسانهم على لساني نعم ونتمنى ده من الله تقول أحبائي أناجيكم وأحسدكم وأخشى من رصاص الأخ وابن العم يقتلني فلسطيني لا تنظيم يحصرني لينسيني فلسطيني فلسطيني لا تنظيم يحصرني لينسيني فلسطيني أنا عربي أنا عربي فلسطيني أنام وتنتشي روحي فتمضي الليل في مكة تجوب الشام والأهواز والبصرة وتعبر ساحة الأقصى إلى الأقصى إلى طنجة في دمنا القدس فلن ننسى مسجدنا الأقصى وما أمسى فمتى يا قدس تجمعنا ونصلي الصلوات الخمسة أنا عربي أكون اليوم أو أفنى أنا عربي فلسطيني فلسطيني يسلم قبلتنا الأولى سنحميها ونقاتل من يفسد فيها من كل عدو دنسها سنطهرها ونزكيها يا سلام فأقرأ صفحة الموتى ولما لا أرى اسمي أعرف إنني أحيا أحيا أنا عربي يا سلام في هذه التغريدات الجميلة في جو الاستوديو ننتقل أيضا إلى تغريدة أخرى مع المتصل أو الحقيقة اتصال من المخرج الأستاذ رافع حمدي حياك الله أستاذ رافع حبيب حياك الله كل عام بخير أستاذ رافع حياك الله كل سنه وحياتك طيب وضيوفك بخير استاذ محمد بدرخان اهلا بيك يا رافع وين رحت بالعيد استاذ رافع؟ ان شاء الله في المجد رافع مخرج احلى من بيوم ما شاء الله نعم ما شاء الله ما شاء الله الانشوده اللي سمعناها في اول حلقه مشاهدينا اخرجها استاذ رافع حمدي يعني عايز اقول له اني انا بمارس حنيني
لمسلسل احلم بيوم والمجهود العظيم اللي هو عمله في المسلسل. الله يخليك. والجلسات العمل اللي كانت بينا بجد بجد انا بقالي سنتين اهو مفتقد الشعور الجميل ده وجلسات العمل دي قد ايه كنا بنتعب سنتين مفتقد بالاحساس ده. يا رب ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. هناك جديد بلكي يعني يجدد هذا اللقاء يعني ما زالت الفرصه متاحه استاذ رافع ولا لا؟ ان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله. يعني عايز اقول لحضرتك ان في حاجه ان شاء الله يا رب تكمل يعني بنجهزها استاذ محمود صابر بيكتبها فيا رب يا رب تشوف النور يعني ان شاء الله. ايضا نوجه التحيه للاستاذ محمود صابر و... ان شاء الله طبعا طبعا نشكرك ونشكر صوتك ومداخلتك الجميله وطريقه العمل في قناه المجد بجد ربنا واحد قناه المجد بفريق عمل جميل جدا متكامل بننسى بيوتنا كلنا وبننزل وبنشتغل وبنقعد مع بعض جلسات عمل ممكن لغايه الساعه 4 الصبح عشان العمل يطلع بشكل ناجح قدام الناس ونرضي جمهورنا نمره واحد عندنا. يا سيدي نشكرك شكر جزيل نشكر اتصالك يا استاذ رافع وحضرتك يعني وفريق العمل كله مجهودة يعني معروفة مجهوداته ومشاهدينا يمكن أن تكونون في بيوتكم تشاهدونه ولكن هناك عمل مضني حقيقة في خلف الكاميرا يعني إحنا يمكن أقل الناس اللي ممكن نكون نقدم شيء في الحقيقة الله يحفظ الكادر المجد والله يحفظ هالفريق العمل لكي يقدم كل ما هو جديد ومفيد. انقضى وقت البرنامج بسرعة سبحان الله وسحب بساط الوقت كما يقال. بس بعد إذن حضرتك أكمل حاجة صغيرة. نعم. أن بعد الفترة اللي قضيتها في الإنشاد وكده ووصولي لحد المجد نعم حسيت بجو أسري يعني حسيت أن أنا وسط أسرتي ما شاء الله وهو ده سر فعلا نجاح المجد أن كلها أسرة واحدة يعني حتى مسلسل بحلم بيوم ووقفنا زي ما قال حضرتك كده رافع عادتنا مع رافع حمدي المخرج المتألق طبعا ما شاء الله أستاذ محمود صابر الممثل والمعد والمؤلف برضو الجميل أستاذ هاني مدبل بكل طاقم العمل بأستاذ متولي حامد المؤلف كان نجاحه سر حبنا لبعض. شوف يا سيدي المحبة هنا في قناة المجد سر بالزبط. والحقيقة معدية للجميع. نعم بالزبط. أشكركم شكرا جزيلا أستاذ محمد بدر خان على حسن اللقاء هذا وقبولك لضيافتنا ونشكر الأستاذ الشاعر عبد السلام شكر جزيلا لتنويرك لنا وحياك الله كل عام وأنتم بخير. شكرا وأنت بالصحة والسلامة. الشكر موصول لمشاهدينا وأنتم بخير مستمر وياكم إن شاء الله نلتقيكم على الخير والبركة مثل ما بدينا لقائنا بقولنا كل عام وأنتم بخير نختمه بقولنا كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير يا عسى الخير الوفير لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير بيننا احلى الليالي بالوصل يحلى المنال والتهاني بخير حال لجلكم عبر الاثير لجلكم عبر الاثير كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير المشاعر كالغدير عطر غامسك وعبير نرسم عهود النقاء بيننا وانتم بخير بيننا وانتم بخير كل عام وانتم بخير يا عسى الخير الوفير لدنا وعد اللقاء بالهنا وانتم بخير